السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه كلايمت كونسلتنت. ده برنامج بيديني اقتراحات لتصميم افضل. طيب اول ما بنبدأ بيقول لي اختار البيلدنج تايب، اختار اليونت الامبريال او المتريك، وبعد كده بيديني هنا ثلاث اختيارات للملف بتاع الوذر داتا. فلو انت موجود في كاليفورنيا ممكن تختار حاجة من دول، تمام، هيبدأ يفتح لك الملف، او ممكن تقول له انا عايز ملف من الملفات الموجوده وده اللي احنا فعلا هنشتغل بيه، او داونلود لو انا معرفش الملف ومش معايا ملف هقول له انستول فروم ويزر، فافتح لي موقع انرجي بلس وليكن مثلا تقدر تختار من هنا افريقيا اسيا زي ما انت عايز، او تبدا تعمل زوم على المكان اللي انت عايزه. انا اخترت القاهره، فبيقول لي في مكانين، المطار واعتقد المقطم وحاجه زي كده، فبيقول لي ابدا حمل اهو كايرو انترناشونال ايربورت والتاني ايه. طيب بتبدا تقول له حمل لي الملف اللي انا عايزه. طيب اقول له كنسل واقول له افتح لي الملف اهوت، فبيبدا يجيب لي كل المعلومات وفي كل شهر من الشهور، فبقول له نيكست، وبعد كده بيقول لي كومفورت موديل بتاعك، ممكن تختار كاليفورنيا او اشري او وانا اختار مثلا دوت. فهنا بيجيب لي بقى القشري ستاندرد، تمام، دي حاجات ستاندرد. ابدأ بقى شوف انت عايز تعدل، هنا اعتقد من 0.5 ل 1.5 فممكن نخليها 1.2، فبقيت ارقام هتتعدل زي كومفورت لوست وينتر وهكذا. في ارقام تنفع تعدل فيها وفي ارقام ما ينفعش ان انت تعدل فيها، بتقول له ريكالكوليت بحيث يعمل اعادة الحسابات او ريستور للديفولت فرجعت 1 تاني. بعد كده هقوله نيكست، فبيبدأ يجيب لي التمبريتشر رينج اهوت في كل شهر من الشهور ودرجات الحرارة، تقدر تقوله نيكست. وبعد كده هيجيب لك المونثلي افريج بتاعتك كل ساعة من ساعات، الدراي والويت، نيكست، راديشنال رينج الإشعاع، هنا السكاي كفر رينج، الويند الرياح، الجراوند تمبريتشر في كل شهر، هنا الدراي، العلاقة بين الشمس والظلال، سان شارت تمبريتشر، كل المعلومات اللي انت محتاجها بيبدأ يجيبها لك. 3 دي شارت اهوت، العلاقة بالحرارة والرطوبة والحاجات دي كلها. هنا بقى بيبدأ يجيب لك بعض الاقتراحات عشان تحسين الأداء، وكل واحد فيهم تدوس عليها بيبدأ يفتح لك يشرح لك التصميم وتقدر تطبعها زي ما انت عايز، وجايب لك المصدر بتاعها من فين، فدي بتبقى مهمة جدا. دي طبعا اللي هي ويند ويل، الدايره بتاعه الرياح هتيجي منين، القوه بتاعتها والحاجات دي كلها، فدي مهمه جدا للتصميم. طيب ممكن تقول له بقى سيت اب بلوت وتبدا تحدد الحاجات اللي هتتبع، او تيجي من هنا من برنت وتبدا تطبع الحاجه اللي انت عايزها، تمام، ممكن تطبع لصور بي ان جي او بي ام بي وهكذا. ممكن تعمل تصدير اكسبورت ويزر داتا، فتبدا تحدد الحاجات اللي انت هتصدرها، وهو هيصدر لك لي ملف اكسل سي اس في. دي كارتيريا ممكن تبدا تعدل الاعداد بتاعتك زي ما انت عايز. التشارت تقدر تروح لاي تشارت فيهم، مش لازم تمشي فيهم بالترتيب وهكذا.